اليوم عندنا فيديو كلش انطلب من عندي برسائل انستغرام وبالتعليقات وبتعليقات التيك توك وكل المسائل هاي. طبعا راح تطلع لكم حساباتنا هنا، تقدرون على اي موقع من هاي المواقع تتابعونا وتتواصلون ويانا. لذلك فيديو اليوم راح يكون 24 ساعه او يوم كامل بالخيمه. عبود ويوسف والاهل بالمدرسه حاليا، باقي لهم تقريبا ساعتين ويطلعون. فهسه انا وياكم راح نقوم ونجهز الخيمه ونجهز كل شيء بين ما يجون من المدرسه. اخيرا انتهيت من تركيب الخيمه، خليني اشوف لكم اياها. طبعا حجمها كلش صدمني، ما توقعت هذا الكبر وهذا الحجم. هسه راح افتح لكم اياها من جوا تشوفوها، بس شوفوها انتم منا، شوفوا هذا حجمها ولا هذا حجمها، يعني قياسا مثلا بالقنافه شوفوا ايش قدها هي. طبعا بها شبابيك هي منا، وهذا الشباك الثاني كذلك. خلينا نفتح الباب وتشوفون الداخل مالتها ايش كبره. مستعدين ندخل تشوفون الحجم مالتها؟ شوفوا الحجم مالتها، طبعا ما مبين الحجم مالتها كلش كبره لانه ماكو احد هسه راح اقعد هناك وشوف الحجم. طبعا هسه قاعد بالخيمه اني، شوفوا المسافه مالتها كلش كبيره، ارتفاعها كلش عالي، من اليوم الكاميرا لورا الكاميرا تقريبا اكو مسافه. هسه راح اروح اجيب كل الاغراض اللي نحتاجها لهذا اليوم اللي راح نقضيه بالخيمه، لانه عبود ولارا ويوسف يجون الظهر فالمحلات كلها معزده ما نقدر نطلع، فراح اروح اجيب الاغراض واجهزهن بين ما يجون يوسف وعبود ولارا. هاي هاي يوسف متونس على الخيمه، طبعا اجوا لارا وعبود ويوسف من المدرسه. جهزت الاغراض، طبعا من كان بالمدرسه راح جبت الاغراض بس ما صورت. طبعا الاكل اللي راح نستخدمه اليوم كله صحي، يعني شوفوا هذا صحن الفواكه اللي راح استرتبته. هاي مربى مال كرز، هاي مربى مال تين، وهاي مربى مال فراوله. صح، وهاي اللبنه، وهنا خبز توست. هسه اللي بقى عايزنا شنو؟ اللي بقى عايزنا الماي، وبقى نفرش الخيمه. طبعا اليوم لارا تحجبت، مبروك لارا. شوف الخيمه كبيره مو؟ كلش كبيره، انا واقفه بيها. هسه راح نفرش الخيمه ونجيب كل الاشياء اللي نحتاجها، ولازم بعد ما نطلع. اوكي بدينا ربع ساعه، لازم كل شيء نجيب ونجهز وبعد ما نطلع من الخيمه. راح نسوي تحديات؟ كل شيء راح نسوي اليوم، انا اليوم بدينا وقت طويل ونبات بيها. نروح نجيب هنا ونجي يلا. اوه هسه كملنا كل الاغراض، راح ندخل الخيمه، من ندخل بعد ما يصير نطلع لباكر. اوكي يلا تفضل استاذ يوسف تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلنا للخيمه، هسه بلشنا التحدي. متحمسين للتحدي؟ ايه. هسه راح نشوفكم كل الاغراض اللي جهزناها، وراح نحكي لكم على هوايه امور راح تصير ان شاء الله باكر او بعد باكر. شوفوا انا هسه بزاويه الخيمه، ذيك الزاويه هي الزاويه اللي خلينا بها الاكل. طبعا هنا الفواكه اللي شفنا لكم اياها، الالبان المربى، وهناك رزات، وهاي العصائر، هاي للدراسه. طبعا هاي جنطه عبودي، وهاي جنطه يوسف، واللي تحتاجها لارا جابت لنا الكتب فقط. هنا الاجهزه الالكترونيه، وهنا مخلين اللابتوب. ما باقي غير 5000 تقريبا ان شاء الله وندخل 6 مليون مشترك. راح نحكي لكم على موضوع القرار اللي اتخذته لارا بخصوص الحجاب. هسه ابدون اليوم، انت تبين؟ انت قبل تقريبا 10 اشهر او سنه لارا جتني قالت بابا انا بدي اتحجب. طبعا انا على اطفالي وقراراتهم احترمها دائما، لكن بعض القرارات باعتبارهم صغار اتناقش وياهم بيها، اقنعهم انه لا هذا القرار مو صح، في حال كان القرار مو صح طبعا، اما اذا كان صحيح قرارهم واشوف انه يصب بصالحهم فاكيد راح ايدهم. فموضوع حجاب لارا راح اخلي لكم هي تشرح لكم شلون بدات تفكر بارتداء الحجاب. انا قبل سنه جيت قلت للبابا بابا انا بدي اتحجب، قال لي اوكي بس تعال نقعد نتناقش بالموضوع. فقعدنا وحكينا وقال لي قبل لا تاخذين القرار النهائي البس الحجاب بالبيت وجربي، جربي وشوفي راح تقدرين تتعودين عليه. وفعلا صارت لارا تلبس الحجاب، مره تلبسه يومين تتركه يومين، تلبسه مثلا اسبوع تتركه 3 ايام وهكذا، لكن وين بالبيت هذا شنو؟ حتى تجربه للحجاب وتشوف انه هي تقدر تتاقلم وتتعود عليه. فقلت للبابا جربته صار لي هوايه للحجاب، واذا تشوفني كلش حبيت ايش وقت نعلن انه انا تحجبت. المهم ورا ما جتني وقالت لي توصلنا القرار انه من يبدا العام الدراسي اتحجب، والحمد لله فعلا يعني تحجبت لارا. لذلك هذا الموضوع انه حتى تتعود على الحجاب هي ردتها انه فتره تجربه تتاقلم وياه، والحمد لله بالنهايه حبت الحجاب والتزمت به، ونسال الله سبحانه انه يثبتها على الحجاب ويجعلها ان شاء الله هي وكل بنات المسلمين من الصالحات. امين. اللابتوب يشتغل، راح يظل يوسف ملتهي بيه. طبعا دنيا العصر من جوا من المدرسه، اللي ما يدري انه يوسف وعبودي الساعه 2 الظهر يلا يطلع من المدرسه، لارا تطلع بالوحده، فتغدى وكملوا قبل لا نبدي بالخيمه، فهسه صارت دنيا العصر، فهسه جوعانين راح نبدي ناكل ان شاء الله، وراها ناخذ فتره استراحه، وراها نبلش الدراسه، ورا ما نكمل الدراسه نبدي فعاليات اللعب، فهسه يلا. طبعا لانه عبود ما يحب ذني فجبنا له النوتيلا، استثناء هذا بس هسه العصريه. من ياه يوسف كرز لو شنو؟ فراوله؟ اي.
هسه شبعتوه؟ يلا هسه وقت استراحة، تقدرون تلزمون تليفوناتكم قبل ما نبلش قراءة. يلا تلزموا تليفوناتكم على نص ساعة. يما ليش؟ هسا خلاص الوقت جيبي يوسف، هسا وقت الدراسة. شوفوا مال الخلفية اللي مخليها؟ لا اشوفهم خلفية التليفون؟ يلا. لا بابا لا بس لا. بس شغلة بابا، هسا بس شغلة يشوف لنا الخلفية مال تليفونك. لا شفت اليوم؟ لا ما شفت لهم. لا والله ما شفت لهم اياه. لا بابا لا والله عبود، خذ جنطتك، خذ جنطتك، طلع واجباتك. تعال انت اليوم واجباتك كلهن لازم مقفلهن. طبعا عبودي يقرا على اللابتوب، تقرا على ايباد لارا، وانا ويوسف هسه راح اقري ليوسف واكتب الواجب. ما الطاقة راحت، فقدت الطاقة بعد ساعتين دراسة. هذا وضعنا حاليا. فترة راحة تريدون؟ فترة راحة، لأنه صارنا ساعتين تقريبا ندرس. لارا كان عندها موضوع كلش صعب. هسه فهمتي كل لارا؟ يوسف هسه راح يلعبنا لعبة اللي هي هاي مال الزم خشمك. مو يلا الزم اسنانك. هسه عبودي برا. يا هسه وصل لارا. يلا صار في زيت مو؟ يلا تعال صار العب. زين رجلك. لا شنو لازم بس بالوجه؟ ايه. بس بالوجه يلا. زين ابنك. برا. طيب ابنك؟ انا زين. زين عينك. انت طالع. يلا سلام الفوز. تعال حلقك. شو حلقك هذا؟ الزام حواجبك. هذا عبودي فاز. يلا الزام ابنك. نخسر. اخر جوله هاي مال الزام. اوكي يلا الزام راسك. طبعا كنا طابقين اللابتوب، هسه خلينا نشوف عاد ايش قد وصل عدد المشتركين. ما شاء الله دا يزيد عدد المشتركين، باقي تقريبا 4500 وندخل 6 مليون. اذا انتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا بقناتنا. كم لايك هذا الفيديو تريد يوصل؟ 50000 لايك. 1999 لايك. والله زين. طلب يوسف، طلب يوسف قليل يعني، مو كل شيء هوايه. إذا وصلوا 500000 لايك نخلي الخيمة بالحديقة ونبات بيها. طبعا شوفوا هسه الساعة 7:15، جوعانين نتعشى؟ لا. زين راح نتفرج فيلم، وأثناء الفيلم ناكل فواكه، هو الفيلم طوله ساعتين. يلا نتفرج على الفيلم. يلا هسه اشتغل الفيلم وراح نتفرج عليه. هذا يسلب الحظ جدا. حصاني اللعبة من السويد، لقد وضعت كل تمائم الحظ معا حتى
قرش الحظ. قرش الحظ هم اللي يدورون على قرش الحظ، هو هذا يمكن. شو اللقطة خرافية. خلاص الفيلم، لارا نامت وعبود ينام، هسه انت هم لازم تنام. لا انا مو نعسان. ما يخالف حتى تقعد نشيط للمدرسة. تصبحون على خير. اجواء الفجر كلش احبها، انه هدوء وبس صوت العصافير. هسه صارت تقريبا ساعه بالستة وثلاث، فان شاء الله هسه راح اقعد عبودي ولارا ويوسف حتى يروحون المدرسه. اتمنى تكون ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو. اذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا تدوسوا لايك، تشتركون بقناتنا، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده. مع السلامه.